السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنقول النهارده في فيديو جديد يا جماعه. النهارده فيديو غير عادي. النهارده هنلعب ببجي في الشارع ومقسمينها فرقتين وهنعملها روم وهنخرب الدنيا. خش يا هاتريك. خش المقدمه بتاعتك. انا ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ محمد علو في فيديو جديد. والنهارده يا جدعان جايين نقطع العدي دلوقتي في الحدايق. خش المقدمه بتاعتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده جايين فيديو جديد. خش ولا اي حاجه. مش الكلمه اللي بتقع النهارده. عاملين ايه؟ عاملين النهارده بس كده. خش اعمل لايك. تيم شباب زكريا حط على اي تيم تاني. تيم العارفين. محش. النهارده يا جدعان جبت لكم فيديو معايا السكواد بتاعي. تعالوا كده على جنب. الفريق بتاعي يا جدعان. احنا شايفينك ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بنقع ولا ايه؟ لا هي مؤسسة. خليك هنا كده. بصوا يا جدعان رجالة الشرابيك. رجالة شبرا هتمسحب؟ رجالة شبرا؟ لا لا لا. التيم بتاعي يا جدعان حسام. حسام يا جدعان ومعايا حمادة. ومعايا محمد علي رياكت مصر. ايوه حبيبي. ومعايا محشي. ومحشي يا اسطى كرومبا ده راعي. عرفوا الدين بتاعك. الدين بتاعك مدة ثم العاشي. احمد وبطاطس زي ما انتم شايفين. عمر تانيا. رضا ميلانو يا جماعه. ادم يا جدعان ده اول فيديو. عايز اقول لك احنا بنصور في المنطقه مش بتاعتنا. احنا نزلنا في منطقه الناس. احنا نازلين ارض محايده عشان بس ما حدش يقول لك تبع الرجاله. يا جدعان ده اول فيديو اعمله من النوع ده تمام؟ لو عجبكم النوع ده قولوا لي ورحمه ابويا اعمله مع الناس دي كتير تمام؟ النهارده هنعمل ايه؟ حرب بومب. عارفين يعني ايه حرب بومب؟ بومب كده؟ يعني هنلود ومعانا صواريخ عنب. لما كنت بتكلم واتنين ناقصين واقفين ورا. تعالوا بقى نوريكم السلاح بقى. السلاح. بيمشي يا اسطى. حط بمبايتين هنا عشان نلود. ايوه كل شويه عايز ايه؟ 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 بصوا يا جدعان دي الحاجه تمام. البومب كتير وكل حاجه. يا جدعان التلوين هيتقم ازاي؟ احنا هتدور هتدور في الارض بجد. ليه كده هنايم يعني؟ الارض يا جدعان عشان نبقى نلوي. تعالى يا اسطى بس جرب الدروب. حد يجرب الدروب. استنى يا اسطى في سكواد جاي يا اسطى. المفروض تنزل حد ينزل في مكان معين. استنى وريه وصوره. لا لا بص يا خضري مش عايزين حد يعدي كده. هو مش واد بوب وماشي. تخيل عربيه جت داست علينا. هقول لك ملخمات وبتاع. قلت لهم فين قاعدين مكان بقى كلهم في مكان واحد. يا اسطى الدروب ده في سكواد بعد لا مش هعرف اطلع فوق. ما هو مفتوح. مين هيعرف يطلع فوق؟ يا ابني ما ده المفروض كان يطلع فوق. طب ما تطلع انت فوق وخليك ما تزومش. Thank you.
والله شكرا يا اخوان. محدش يضرب هنا، محدش يضرب ولا يا رضا يا ابني. حسب يا حسب يا يا لهوي بس بطل ما تتكلمش. زي ما انتم شفتوا يا جدعان الحرب كانت قوية قوي وبسم الله ما شاء الله السكواد بتاعك انت جايب وشي اهو يا عم انت جايب والله العظيم يا انا وربنا انت جاي كلك كده ده باص ده ولا ولا يا نهار ابيض تحت العربية ولع وانت هنا ما تولعش دلوقتي ما تولعش دلوقتي يلا طيب ولع من هنا معك اخر واحد ارمي ولع الحرب يا جدعان بقت عالمية قوي الحرب خدعة يلا هيفرع في العيال يا خلاص بس يا رجاله يلا يا رجاله لا خلاص نمشي والله انا حبس يا ابني دي الكلب ما صورتوش ليه صور الصاروخ باص لاخر حبه باظوا لا لا محدش داس عليه صورته يا عم ده ما فرقعش وداني ما فرقعش هنا الدنيا ضلمه بس
انت ايه الصواريخ ما بتخلصش ولا ايه؟ يا عم انا خدت الدروب. انت اللي خدت الدروب ولا يا غدا؟ هما اجري 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 واخيرا خلصت مونتاج الفيديو. انا عايز اقول لكم ان الفيديو ده كان متصور في رمضان ولسه نازل دلوقتي، كان متصور في 15 رمضان حاجه زي كده. متخيلين الفيديو لسه نازل دلوقتي؟ كان عندي حاله نفسيه صعبه مش عايز انزل فيديوهات. تمام، المهم لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات انا في حروب كتير قوي عاملها. تمام، اعملوا لايكات كتير قوي على الفيديو ده، وصلوا 50,000 لايك في وقت قليل وهتلاقوني نزلت الحرب العالميه. هنزل حرب عالميه بقى محدش يتوقعها. يلا سلام.